قاصد كده انت؟ طيب الاصل في الرشوه انها حرام ومن الكبائر، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ده الواسطه بيناتهم برضه ملعون. ولكن افتى الشيخ الالباني والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز كلهم الثلاثه مع بعض، اذا كان في حق حقك انت، انتبه للكلام ده كويس، واي كلمه فيه لابد تفهمها كويس عشان ما تفهم الكلام غلط. اذا كان في حق حقك انت ده، لاحظ حقك انت، قالوا كده الشيخ الالباني والعثيمين بن باز رحمهم الله، حق حقك وما بتقدر تقلعه من موظف الحكومه مثلا الا اذا قال لك تديني حاجه، معي انت؟ والحق ده حقك ما حق زول ثاني يا جماعه، ملكك واستحقيته. ما بتقدر تقلعه من الموظف ده الا اذا قال لك اديني حاجه، العلماء الثلاثه الالباني وعثيمين بن باز قال لك اديه. وذنب الرشوه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الذنوب دي كلها بتتحول تمشي لمنه؟ تمشي للزول ده مالك انت، قال لك اديه. الشيخ الالباني قام جعل شرط، قال لكن اذا كان بتقدر تتخارج من غير ما تديه في امكانيه يبقى حرام تديه. فهمت الحته دي؟ يعني الشرط الاول يكون حقك، الشرط الثاني ما تقدر تتخارج الا شنو؟ تديه وفي حقك. يلا نجي لموضوع المرور اللي قلته ده، ننزل على اول القواعد دي وفتاوى علمان الثلاثه هؤلاء. اذا انت غلطان قزازك مكسر او ما عندك نور تضرب الناس في الشارع، او جاري شديد بسرعه 180 وقفك قطعك ايصال، ده حقك ولا ما حقك؟ ده ما حقك، تدفع الايصال ما تدي رشوه. قال لك ايصال ب 200 تدفع 200، ما تقول اديه 10 وتخارج، تدفع 200. هنا ما بجوز تديه رشوه، لانه انت الغلطان وده ما حقك ذاته. انت قدرت تكتل الناس في الشارع، طافي نور العربيه عندها نورين، طافي لك لمبه، بلمبه واحده زول بيجي بجيب يعتبرها موتر بتضرب وتقتله، صح ولا ما صح؟ وهكذا. اما اذا زول اتسلط عليك ساكت وهو ظالمك، معي؟ عاين لقى اللمبات تمام والفرمله تمام وماشي بسرعه حسب القانون بتاعهم، لانه هم وضعوه عشان ما تكتل الناس كسبب يعني من الاسباب الكونيه، خلاص؟ واي حاجه تمام، قال لك زي ما جاب واحد جاب قال عاين لقى تمام، قال لي ما رابط القاش بتاع الحزام بتاع البنطلون. فاذا دار يتسلط عليك ساكت اديه والذنب عليه، لكن اذا انت الغلطان، فهمتوا الحته دي يا جماعه؟ حرام تديه وتدفع الايصال ان شاء الله بمليون تدفعه. واضحه كده؟ وعلى ذلك فقس الامور كلها يعني. خلاص؟ عندك قطعه بتاعت واطه حقتك اشتريتها، وذاك الموظف ما قدر يكتبها لك بتاع الاراضي حيضيع لك حقك، والقطعه مثلا ب 50 مليون. معي انت؟ وده قال لك لو تديني 50 بعملها لك، وهي حقتك ما حق زول ثاني. ولو ما اديته حتضيع، اديه والذنب عليه. انت ما عندك ذنب بالمناسبه. دي فتوى الالباني والعثيمين وبن باز رحمه الله. هسه لو داري اسمعك لا بسمعك لا. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.